في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع، استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للاطلاع على كيانات الأكاديمية ودورها في إعداد الكوادر الأمنية محلياً ودولياً. استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للتعرف على إمكانات الأكاديمية العلمية والتدريبية والبحثية في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين أبناء الوطن بكافة انتماءاتهم الجامعية. كلية الشرطة أنا عارفة أنها هي صرح كبير جدا في مجتمعنا، وكان لازم الولاد يجوا يشوفوا إزاي الطلاب هنا بيتعاملوا وإزاي بيعيشوا حياتهم يوم كامل، إزاي بيتعلموا ويتدربوا ويدخلوا محاضرات، وفي نفس الوقت بيبقى فيه سوشيال لايف، وفي نفس الوقت بيبقى فيه تمارين أو تدريب على كل الاتجاهات أو كل المجالات. شملت الزيارة الكيانات التعليمية التي تضمها الأكاديمية والتي تستخدم في إعداد الكوادر الأمنية علمياً إلى جانب التدريب، ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستويين الإقليمي والدولي، وسط إشادة كبيرة من الطلبة بالجهد المبذول لإعداد الكوادر الأمنية لتأهيلهم لتحمل مسؤولياتهم الوطنية في حفظ أمن واستقرار الوطن. وعلى مستوى التدريب الميداني الذي يتلقاه طلبة كلية الشرطة خلال فترة دراستهم، قام الطلبة بزيارة مجمع ميادين التدريب القتالي والذي يضم عدداً من الميادين التي تحاكي الواقع العملي، شاهدوا خلالها بيانات عملية تعكس كفاءة الطلبة في أداء المهام الموكلة إليهم، حيث التدريب يتم وفقاً لبرامج تدريبية متطورة تحاكي متطلبات العمل الأمني المعاصر. شفت حاجات كتيرة قوي كان نفسي أشوفها، كنت كل اللي أنا بشوفه بس كان بيبقى على التلفزيون بس أنا فخورة إن أنا شفتهم ولاد وبنات كتير مشاركين في الموضوع ده، وبالذات البنات صراحة. شايف إعداد قوي وماهر إن يقدر يخرج ناس من الأكاديمية هنا يعني محترفين ويعني بروفيشنالز في حتة إن هما الاقتحامات وكده. الجولة شملت ميادين التدريب الفني الأمني بنظام المحاكاة والتي يتدرب فيها الطلبة على مختلف مجالات العمل الشرطي، فهي مجهزة بكافة الاحتياجات الأمنية التي تساعد على إكسابهم مهارات أمنية متطورة تساعدهم على أداء رسالتهم الأمنية عقب التخرج. ما كنتش متخيلة إن أنا هشوف الحاجات دي كلها، بالذات من انكم يعني بالذات ان في بنات وبيتدربوا وكده. اكتر حاجه لفتت نظري في المكان هي الكفاءه الموجوده وتدريبات على اعلى مستوى. شملت الجوله مشاهده عروض متنوعه للخياله التي تم خلالها استعراض مهارات ركوب الخيل والقدره التي يتمتع بها الطلاب في التقاط الاوتاد وغيرها من العروض المتنوعه التي تؤكد مدى الاهتمام بالرياضه الفروسيه. وشاهد الطلبة عروض الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة والتي تستخدم في أداء بعض المهام الأمنية بخاصة في عمليات التمشيط والكشف عن المواد المخدرة، حيث تم أداء بعض البيانات العملية في هذا الإطار. بصراحة حاسة أن أنا اكتشفت أن في حاجة كتير قوي جوه أكاديمية الشرطة ما كنتش أعرفها، في مجالات مختلفة ما كانش عندي علمي بيها. أكاديمية الشرطة صرح علمي متفرد بين نظيراتها على مستوى العالم بما تضمه من كيانات تعليمية وتدريبية وما تطبقه من برامج متطورة لإعداد رجال شرطة قادرين على مواجهة كافة التحديات الأمنية مزودين بالعلم والخلق والواجب. أكاديمية الشرطة صرح تدريبي وتعليمي متميز يزخر بالعديد من الميادين التدريبية المتوافقة مع المعايير الدولية في مجال التدريب، إضافة إلى المرافق التعليمية المختلفة.
الأكاديمية تفتح أبوابها أمام طلاب الجامعات للاطلاع على الدور الذي تقوم به في إعداد رجال الشرطة سواء على المستوى المحلي أو الدولي. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.